دولة القانون يعني قادت وتقود حملة، وتم توقيع يعني قائمة من 112 نائب ونائبة، وأرسلت إلى رئاسة مجلس النواب يرغبون في إعادة التصويت على الفقرة أو المادة 15 من قانون الانتخابات، وبالتالي هناك 112 نائب يرغبون، طبعا هؤلاء ينتمون إلى كتل متنوعة بكل تأكيد، يرغبون بإعادة التصويت على المادة 15. هؤلاء بقيادة دولة القانون. هؤلاء بقيادة دولة القانون. نعم نعم. نعم نعم. نعم واضح، يعني ما يحتاج واحد، يعني واضح جدا. فبالتالي يرغبون بإعادة التصويت، وهذا طبعا مخالف للنظام الداخلي وللدستور، كون القانون تم التصويت عليه. فبالتالي من يرغب، وهذا حق دستوري وحق في النظام الداخلي، من يرغب بالتعديل عليه أن يقوم بالإجراءات الواردة في النظام الداخلي والدستور بعد مصادقة رئيس الجمهورية وإعلان أو نشر القانون. شنو في الجريدة الرسمية. شنو تبريراتهم أستاذ رياض؟ أستاذ رياض عندهم تبريرات من يطرحون هيج قصة ويقودون هيج تحول؟ عندهم تبريرات لو لا؟ طبعا بكل تأكيد أخي العزيز، لنكن أكثر واقعية. هذا الصراع اليوم في العراق هو صراع سياسي وليس صراعا عسكريا وليس صراعا فكريا، هو صراع وتنافس سياسي. بالتالي كل طرف سياسي يرغب بكل جدية وقوة أن يوفر قانون يحقق له نفس المقاعد الحالية أو أكثر.